يدخل بوابة البطولة الوطنية من الباب الواسع والكبير. سفيان العلودي يسجل هدف جميل. تموضع كان جيد لسفيان العلودي ويسجل الهدف بطريقة جميلة وجميلة صراحة. جمال الأمير يستحق أن تدخل مرمى هدفين لأنه قدم مقابلة جيدة. لكن سفيان العلودي هل تكون العودة لسفيان العلودي للتألق في البطولة الوطنية؟ نشاهد كسر خطة التسلل، احتفظ بالكرة وسدد بقوة، تسديدة لا تصد ولا ترد لسفيان العلودي الذي كان من وراء التمريرة الأولى التي أعطت الهدف. هل نشهد ميلاد من جديد؟